الوزير. شكرا، صباح الخير لمشاهدي قناة النهار من ولاية مرغاس المضيافة. نحن اليوم موجودون بهذه الوزارة الولاية تطبيق لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الوزير الأول لافتتاح هذا المهرجان الدولي 36 لمنطقة الأصيهان. هذا المهرجان هو في أصله مهرجان تجاري ثقافي وسياحي، سيتخلله إن شاء الله اليوم افتتاح طبعة جديدة من طبعات معرض المنتوجات كتمرسة بوابة لإفريقيا، وإن شاء الله اليوم أيضا سيكون في أيضا افتتاح مهرجان آخر للصناعة التقليدية. وفي المساء لأول مرة يعني منذ بداية كل المهرجانات السابقة للأصيهان سيكون أول لقاء للمتعاملين الاقتصاديين الجزائر دول الساحل من أجل مناقشة التجارة البينية بين هذه الدول. لذلك فنحن جد سعداء أننا نتواجد هنا، ونشكر السيد الوالي والسلطات المحلية وأعيان المنطقة والسلطات الأمنية على حفاوة الاستقبال. أنتم تعيشون معنا اليوم الجمعة صباحا هذه التظاهرة التي نوليها أهمية قصوى، وبالتالي نيابة عن الحكومة نحن متواجدون أنا وزميلي وزير السياحة في هذه الطبعة من أجل افتتاحها وإعطاء ديناميكية لهذه المنطقة. الحكومة تريد أن تكون منطقة تمراس بوابة حقيقية نحو إفريقيا الوسطى، إفريقيا الغربية، وبالتالي يتجسد هذا المنحى وهذا الطموح بتواجدنا وبهذه التظاهرة التي تعيشها هذه الولاية المضيفة. لذلك أشكر قناتكم وأشكر كل القنوات التي تنقل هذا الحدث المباشر، ليعتبر هذا اليوم عرس حقيقي في هذه المنطقة، وإن شاء الله نحقق المبتغى أن تكون منطقة تمرست هي منطقة بامتياز، منطقة عبور لمنتجاتنا نحو إفريقيا. خاصة لا يخفى عليكم مشاركة كبيرة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب من دول الجوار، من موريتانيا، من مالي، من نيجر، من تشاد، ومن بوركينا فاسو، دول الساحل التي نريد أن نطور معها إن شاء الله هذه العلاقات التجارية. لذلك هذه الطبعة هي طبعة خاصة، طبعة مهمة جدا، طبعة تولي لها الحكومة أهمية قصوى، وبالتالي نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الاحتفالية التي تعيشون معنا هي احتفالية خير، احتفالية بركة إن صح التعبير، لأن تصبح تمرس بوابة حقيقية للمنتجات الإفريقية، يعني المنتجات الجزائرية نحو إفريقيا إن شاء الله. معالي الوزير، معرض الإنتاج الوطني كشف عن مدى قدرة الإنتاج الجزائري والمحلي وتنوعها، فما مدى قدرتهم على دخول الأسواق الإفريقية واكتساحها؟ أكيد أنتم لاحظتم يعني تكرم السيد الرئيس بافتتاح الطبعة 30 لمعرض المنتجات الجزائرية، واليوم طبعا 36 للمنتوجات أيضا جزائرية في تمر راسد، هو دليل على القدرة الهائلة الموجودة في اقتصادنا في منتجاتنا من أجل الولوج إلى السوق الإفريقية. ما يخفاش عليكم بلي نعيش من سنة إلى سنة منحة تصاعد للصادرات خارج المحروقات، هذا يدل بأن السياسة الرشيدة التي انتهجها السيد الرئيس والتي تطبقها الحكومة بحذافيرها سواء من أجل تشجيع وتطوير المنتوج المحلي أو من أجل ولوجه إلى السوق الإفريقية وغير الإفريقية، جاءت بثمارها وتؤتي بثمارها، وإن شاء الله نحن في المنحى الجيد، المنحى الصائب، وبالتالي 2021 حققنا 5 ملايير دولار خارج المحروقات، 11 شهر نحن في أكثر من 6 ملايير دولار، وبالتالي السياسة الرشيدة التي انتهجها السيد الرئيس والتطبيق الحرفي والسليم والسديد للحكومة لهذا البرنامج تؤتي ثمارها، ورأيتم أنتم في المعرض الوطني للمنتوجات المحلية، وستلاحظون إن شاء الله بعد بعض دقائق تدشين المعرض هنا في تمرست من أجل بوابة إلى إفريقيا، بأننا خطونا خطوات جبارة في 3 سنوات لم نخطوها في السنوات السابقة، وهذا راجع إلى جدية البرنامج وجدية تطبيق البرنامج في الميدان. الثمار بدأت الآن تظهر شيئا فشيئا، وإن شاء الله أملنا كبير خاصة بعد قرار السيد الرئيس بفتح قواعد في موريتانيا في السنغال وفي النيجر، هي قواعد لوجستيكية مخصصة للتصدير ستعطي ديناميكية كبيرة إن شاء الله للمنتوج الوطني.
المحلي. الوزير، لما نتحدث عن الطريق العابر تندوف سويرات، ما مدى أهمية هذا الطريق في 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 الترويج للصادرات الجزائرية؟ أكيد ليس فقط طريق إن شاء الله بصدد إنجاز زويرات تندوف، لكن حتى الطريق العابر للصحراء، الطريق الإفريقي اللي يمر على تمرست، هي طرق شعيرين مهمة جدا، وبالتالي تونيها الحكومة الجزائرية أهمية خاصة، لأنها هي سبل من سبل إيصال منتوجاتنا إلى هذه الدول الإفريقية، والعكس صحيح. إحنا نريد أن نكون نحن انطلاقة المنتوجات الإفريقية إلى أوروبا، وبالتالي هذه شعيرين طرق مهمة جدا، وتأتي في سياسة الكبرى التي تنتهج الحكومة من أجل تطوير التجارة البينية مع القارة الإفريقية إن شاء الله. شكرا معالي الوزير، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. نعم زميلي.